على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصف الثالث ثانوي، المادة البلاغة والنقد، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس مقاييس نقد الشعر، الخيال والأسلوب. أخذنا في الدرس الماضي المعنى والعاطفة، واليوم الخيال والأسلوب. هذه أهداف الدرس، أن يعدد الطالب مقاييس نقد الشعر كاملة، أن يذكر الطالب مقاييس نقد الخيال ومقاييس نقد الأسلوب، وأن يتذوق الطالب النصوص الأدبية. مقاييس نقد الشعر: التمهيد، قال زهير بن أبي سلمى في وصف آثار الحرب وشؤمها على الناس: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. النقد الموجه إلى هذه الأبيات أن كلمة أحمر عاد ليست صحيحة، والصحيح أحمر ثمود، أحمر ثمود. هنا نوجه النقد لهذه الأبيات. بأي مقياس نقدنا المعنى؟ مقياس الصحة والخطأ، أخطأ الشاعر في هذا المعنى. طيب، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، إلى آخر هذه الأبيات. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله. هذا معنى طريف وجديد ومبتكر، يعني من أجمل المعاني في المدح. المقياس هو الجدة والابتكار. الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار، معنى سطحي جدا لا يقدم جديد، لا يقدم جديد، سطحية المعنى وسهولته. من أي مقاييس نقد المعنى؟ العمق والسطحية، هل هذا المعنى عميق أو سطحي؟ إذن هو سطحي. طيب، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. رجل يرثي ابنه، هل هذه العاطفة صادقة أو لا؟ صادقة، لأن الدافع حقيقي، وكان الدافع غير حقيقي صارت العاطفة كاذبة. هنا يرث ابنه فأكيد أنه صادق. من أي مقاييس نقد العاطفة؟ اللي هي الصدق والكذب، الصدق والكذب. إذا كان الدافع حقيقي صدقت، وإذا كان الدافع كذب فكذبت. طيب، أقوية عاطفة الشاعر في الأبيات السابقة أم ضعيفة؟ انظر مدى تقبلك وتأثرك بهذه الأبيات. أثرت فيك، إذن هي قوية. لم تؤثر، إذن ليست قوية. قوية لأنها أثرت في نفس قارئها. طبعا هنا نقيس العاطفة من حيث القوة والضعف، من حيث القوة والضعف. إذن مقاييس المعنى: الصحة والخطأ، و أيضا عندنا مقاييس العاطفة وهي مقاييس العاطفة هي الصدق والتأثير، الصدق والتأثير. طيب، عندنا الآن نبدأ في درس اليوم. ما مضى هو مراجعة لدرس الدرس الماضي. حياك الله أخ سعيد، هل الصوت واضح عندك؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. درس اليوم عن الخيال. عرف الخيال. عرف الخيال. الخيال هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية، وهو عنصر أصيل في الأدب كله وفي الشعر بوجه خاص. كيف هو الملكة الفنية تصنع الصورة الأدبية؟ أي تصور لك الأشياء بصور خيالية، تصور لك الأشياء بصور خيالية. فأنت عندما ترى مثلا الهواء يحرك الأشجار، فأنت تتخيل هذه الصورة بخيالك، أن الأشجار، أن الهواء يلاعب الأشجار ويمازح الأشجار مثلا. تخيلت هذه الصورة الحية، هي أصلا جمادات، ولكن الخيال عندك أعطاها صورة الكائن الحي.
فالملكة الفنية تصنع صورة أدبية، تصنع صورة أدبية. طيب ما أثر الخيال في الشعر؟ الخيال يبث في الأشياء الحياة، كما قلنا الآن هذه الصورة، الريح تداعب الأشجار، الرياح تلاعب الأشجار، تبث الحياة في الأشجار وفي الريح كأنها كائنات حية تتلاعب مع بعضها. الخيال يبث في الأشياء الحياة والحركة، ولذا فإن الشعر الذي يخلو من الخيال يعد شعرا قليل التأثير في النفوس، فعندما يبتعد الشعر عن الصورة يبتعد عن التأثير. إذا الخيال هو أن تعطي صورة متحركة، صورة متحركة للأشياء الجامدة، الأشياء الجامدة تعطيها صورة متحركة. ما الذي أخذه النقاد على بيت بشار التالي؟ وجدت رقاب الوصل أسياف هجرها، وقدت لرجل البين نعلين من خدي. رقاب الوصل أسياف الهجر، وقدت لرجل البين نعلين من خدي. لاحظ النقاد خطأ بشار بن برد حين تخيل للوصل رقابا وللبين رجلا تلبس نعلا. هذا خيال، يعني ليس خيالا جيدا، ليس خيالا صحيحا، ليس خيالا، يعني تجعل للوصل رقبة، أن تجعل للبين نعلين، وأيضا هذه النعلين مأخوذة من الخد، وأن هذا الوصل يعني الهجر له سيف يقص الرقاب. يعني هذا الخيال طبعا لا يصح أن تتخيل هذه الأشياء التي لا تعطي جمالا للمتلقي، وأيضا ليست صحيحة، يعني ليست صحيحة. بعضهم يتخيل يعني خيالات لا تصح، أو تجد فيها يعني كمتلقي تجد في نفسك نفور من هذه الخيالات. فصحة الخيال مهمة، مهمة لتقبل. طيب نذهب الآن إلى، طبعا عندنا صورة خيالية بسيطة وصورة مركبة، صورة خيالية بسيطة وصورة مركبة. الصورة الخيالية البسيطة تلك الصورة الأدبية التي تمثل مشهدا محددا لموقف من المواقف أو معنى من المعاني التي يريد الشاعر تصويرها. بالمثال يتضح الحال. لماذا يفضل العربي الصورة الخيالية البسيطة؟ لأنها يعني تحمل اختصار وإيجاز، وأيضا فيها وضوح أكثر، فيها وضوح أكثر. طيب هنا يقول: تمل الحصون الشم طول نزالنا، يعني أن المتنبي عندما يحاربون أن حتى الحصون أعطاها صفة الكائن الحي الذي يمل، وليست أي حصون، الحصون الشم، الحصون الكبيرة، الحصون الضخمة المرتفعة، إلا أنها أعطاها صفة الكائن الحي وبث فيها الحياة، وأصبحت تمل من طول النزال، فتلقي إلينا أهلها وتزول. يعني هذا بيت من أجمل الأبيات. الخيال يحيل الحصون إلى مخلوق حي يرجو ويخاف ويصاب بالملل فلا يقدر على الصبر والمقاومة. هنا عندنا الآن صورة خيالية أنه أعطى الكائنات والجمادات صفات الكائن الحي وجعلها تتحرك. أن تتخيل هذا الجماد صورة ثابتة، ولكن بالخيال تبث فيها الروح فتصبح صورة متحركة، تصبح صورة متحركة. لك أن تتخيل الآن الحصون وهي جامدة، ثم بعد هذا البيت وهذا الخيال الذي فتحه المتنبي لنا، فإن الصورة ستتحرك، فإن هذه الحصون ستأخذ صفة الكائن الحي الذي يمل ويأخذ حركات الملل وتبدو عليه ملامح الملل. فهنا الصورة البسيطة ركبت على موقف واحد، ركبت على موقف واحد، صورة بسيطة فقط أعطى الحصون صفة الكائن الحي. ليست هناك صور كثيرة، فقط صورة واحدة.
طيب هنا كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. الأجل يأخذ من العمر يوما بعد يوم حتى يأتي عليه كله، وكذلك الشأن في نار الشمعة التي تفنيها شيئا فشيئا حتى تنتهي. أيام العمر يعني صور أن أيام العمر والأجل الذي يأخذ من هذه الأيام بصورة الشمعة، صورة متحركة، الشمعة وهي تأكلها النار تنقص شيئا فشيئا حتى تنتهي. الأجل يأخذ من هذا العمر شيئا فشيئا حتى ينتهي. إذن هنا موقف واحد وصورة بسيطة أعطاه، يعني جسدها أمامنا، جسد أمامنا هذه الصورة لكي تتضح بالخيال. الخيال يجعل هذه الأشياء متحركة، أو يجعل الأشياء الحسية، يجعل الأشياء العفو المعنوية التي لا ترى يصورها بصورة شيء حسي. العمر لا ينظر ولا يرى، لا أحد يستطيع، جميل، المعنوية والحسية، لا يستطيع أحد أن ينظر إلى العمر ولا ينظر إلى الأجل وهو يأخذ من العمر، ولكن أتينا بصورة حسية وهي الشمعة والنار لكي يعني تتضح لنا صورة هذا المشهد في عنصر الخيال. طيب يقول الشاعر: ها هي الأنجم نامت بين أحضان السحاب، والشذى النشوان أغفى حالما بين الرواب. النجوم نائمة قريرة العين في أحضان السحب، ويبدو فيها الشذى والعطر في إغفاءة حلم لذيذ بين السهول والروابي. هذا المشهد الصامت من خلال الخيال الذي بثه لنا الشاعر وحرك من خلال هذه الجمادات، جعل المشهد أمامنا صورة متحركة من خلال الخيال، من خلال الخيال. طبعا أي نوع من أنواع الخيال؟ هي الصورة الخيالية البسيطة، يعطي على موقف واحد صورة واحدة، يعطي على موقف واحد صورة واحدة. نذهب طبعا هذا نوع الخيال، نوع الخيال فيه صورة مركبة وصورة بسيطة. ننتقل الآن الصورة الخيالية المركبة لنرى، هي مجموعة مشاهد متعددة تضمها كلها صورة واحدة. يعني عندي صورة واحدة ولكن عندي مشاهد كثيرة، أجعل هذا الصورة فيها مشاهد كثيرة متحركة، وهي في الأصل جمادات. نرى الآن يصف هذا النهر. النهر يعني لا شعور له ولا إرادة له، ولا يعني ليس كائنا حيا. هنا من خلال الخيال سيبث فيه الحياة ليصبح كائن حي، ويعطينا صور متحركة تحمل الإرادة كما يتحرك الكائن الحي. النهر حينما ينعطف فهو لا يملك إرادة، إنما يحدد مسيره المجرى، ولكن من خلال الخيال كأن هذا النهر هو الذي ينعطف من نفسه، هو الذي يختار الانعطاف لأنه أخذ صورة الكائن الحي. متعطف مثل السوار كأنه، والزهر يكنفه مجر سمائي، وغدت تحف به الغصون كأنها. انظر الآن، متعطف مثل السوار والزهر يكنفه، تخيل هذه الأوصاف الآن، وغدت تحف به الغصون كأنها هدب تحف بمقلة زرقاء، أنه مثل الهدب فوق العيون الزرقاء، هذه الأشجار فوق النهر الأزرق، والماء أسرع جريه متحدرا متلويا كالحية الرقطاء، يتلوى الماء. هذا المشهد الخيالي، صورة واحدة وهي النهر، ولكن من خلال هذه المشاهد متعطف كأنه يعني مثل السوار، الزهر يكنفه، صور خيالية كثيرة. مع تحفظي أنا شخصيا طبعا على هذا التشبيه وهو كالحية الرقطاء، مع تحفظي على هذا التشبيه طبعا الشاعر أرى من وجهة نظري أن الشاعر أخطأ في هذا، يعني يستطيع أن يأتي بصورة أجمل. أنت تصف شيء جميل، يعني تصف النهر وتصف يعني تحفه الغصون، زهر مجر سماء، الماء أسرع، هدب تحف بمقلة زرقاء، ثم تأتي وتفاجئني كمتلقي بالحية الرقطة. سيهرب المتلقي
في نهاية هذا الوصف. يعني كلمة الحية الرقة صحيح أنها تتعطف، والماء يعني تشبيه جميل، لكن يستطيع أن يأتي بتشبيه آخر غير الحية الرقطاء. مجرد ما تسمع أصلا كلمة الحية الرقطاء نشاز نشاز، يعني يأتي بوصف أجمل أفضل من هذا الوصف، مع أنه يعني يريد الشاعر فقط طريقة الحركة، طريقة الحركة، ولكن تناسى إيحاء الكلمة. سيأتي معنى الآن، سيأتي معنى في الدرس، في يعني بعد قليل في الشرائح القادمة، إيحاء الكلمة. هل إيحاء الكلمة يوحي بشيء للمتلقي، يحدث شيء في نفس المتلقي عندما يسمعها؟ يعني سنتذكر هذا المثال، سيخدمنا هذا المثال لتوضيح العملية إيحاء الكلمة. طيب الآن هنا يصور الخيال، طبعا إعادة لما قلنا قبل قليل، الخيال الأدبي نهرا من الأهار يميل في مساره، يحيط به الروض إحاطة السوار بالمعصم، وتتناثر الزهور البيضاء على جانبيه كأنها نجوم المجرة في السماء، تحف به أغصان الأشجار، تظلله كعيون زرقاء تظللها الأهداب، فيما يجري الماء بالنهر الذي يتلوى كأنه أفعى. وفي البيت الأخير نرى الرياح وهي تعبث بتلك الغصون، فيما انعكست أشعة شمس المغيب الذهبية على سطح ماء النهر الصافي، فكأنما التقى بلقائه الذهب والفضة معا. وصف جميل للنهر جدا يعني، لكن هذه الكلمة هي التي سببت عندي طبعا، وقد يراها البعض جائزة. هذا من الصور الخيالية المركبة، من الصور الخيالية من المركبة من نوع الخيال. إذا نوع الخيال عندنا الصورة البسيطة والصورة المركبة. طيب ننتقل الآن إلى الأسلوب. الأسلوب، كلمة الأسلوب هو الطريقة، الأسلوب هو الطريقة التي توصل بها المعلومة، سواء كان هذا الأسلوب بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة. الأسلوب هو طريقة إيصال المعلومة. قد أوصل لك المعلومة من خلال الكلام فأقول أنا أسلوبي في الحديث جميل، وقد أوصل لك المعلومة من خلال الكتابة فأقول أسلوبي في الكتابة جميل، أو من خلال الإشارة أسلوبي في الإشارة جميل. إذن الأسلوب هو طريقة إيصال المعلومة، طريقة إيصال المعلومة. يمثل طبعا في الشعر، الأسلوب في الشعر يمثل البناء اللغوي، كيف طريقة يعني إيصالي للمعلومة من خلال الشعر، كيف أوصل المعلومة أو أوصل المعلومة من خلال الشعر. البناء اللغوي للشعر من حيث اختيار المفردات، لابد لكي يكون أسلوبي جميل في الشعر أختار المفردات الجميلة، لكي يكون أسلوبي جميل في الشعر صياغة التراكيب لابد أن تكون على قدر احترافي جميل، موسيقى الشعر لابد أن تتناغم المعاني مع الألفاظ، المفردات، التراكيب، يكون هناك تناغم يحدث موسيقى جميلة، يعني توصل المعلومة بطريقة جميلة، توصل المعلومة بطريقة جميلة. كالذي يقدم لك مثلا ذهب على طبق من خشب، أو يقدم لك يعني هو قدم لك معنى جميل مثلا اللي هو الذهب، ولكنه على طبق من خشب، يعني الأسلوب ليس جيدا. فمن ابتغى المعنى الشريف كما قال الجاحظ فليبحث عن اللفظ الشريف. فإذا تعارض اللفظ والمعنى جاء الأسلوب راقيا. طيب هنا انتقد الأبيات البيت التالي من خلال مقاييس نقد المفردات. أولا عندنا في الأسلوب مفردات، تراكيب، موسيقى. عندنا الآن في الأسلوب كما هو موضح في المفردات، التراكيب، الموسيقى. عندما نريد الحديث عن الأسلوب لابد أن نتطرق لهذه الثلاث: المفردات، كيف ننقد المفردات، التراكيب، كيف نتكلم عن التراكيب، الموسيقى، كيف نتكلم عن الموسيقى. عندنا الآن ومودتي لك لا تعار، بلى إذا ما كان تامور الفؤاد يعار، ما كان تامور الفؤاد يعار. ما الذي سبب لكم ربكة
في تقبل هذا البيت؟ ما الذي تحس في هذا البيت فيه في شيء مختلف؟ في هذا البيت عندما تقرأه فإنك ستمر بكلمة تامور. تامور جميل، ما هو التامور؟ تامور الفؤاد. ما هو تامور الفؤاد؟ كلمة غريبة، يعني أنت الآن إذا أردت أن تصل إلى المتلقي ابتعد عن المفردات الغريبة. أول نقد موجه لهذا البيت أن مفردته غريبة لا تفهم. تامور الفؤاد هو غلاف الفؤاد، غلاف القلب لا يعار، ولكن لا بد أن نعود إلى المعجم لكي نعرف معناها. هنا غرابة كلمة تامور، غرابة كلمة تامور. طيب، من أي مقاييس نقد المفردات؟ النقد السابق سلامة الكلمة من الغرابة. إذن إذا أردت أن أتكلم عن المفردات، أولا الغرابة، هل الكلمة غريبة أو لا؟ طيب، فإنك سنعود إلى الحية الرقطاء الآن، سنعود إلى الحية الرقطاء. طيب، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. النابغة الذبياني يقول لنعمان بن المنذر: أنت عندما تطلبني وتريدني فلا مفر لي منك، أنت مثل الليل. هل يستطيع شخص أن يهرب من الليل؟ تخيل أنت الآن والشمس تغرب من الغرب والليل يقبل عليك من الشرق وأنت تهرب، تريد أن تلاحق الشمس، تهرب تهرب تهرب، فإن الليل سيدركك لا محالة. هو يقول للنعمان، يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. أنا وأنا أرى الأرض الواسعة أظن أنني سأهرب. المنتأى والبعد عنك، يعني المجال واسع، ولكن الليل سيدركني لا محالة. كلمة الليل توحي بماذا؟ توحي بالوحشة، توحي بالوحشة. فإيحاؤها هنا جميل ومتناسب مع الموقف، متناسب مع الموقف. كلمة الليل توحي بالوحشة والخوف، وهو ملائم للموقف. هناك في البيت الذي في الأبيات التي تحمل، كلها تحمل الجمال، الغصون، الأنهار، النجوم، العيون الزرقاء، الماء، النهر، ثم تأتي كلمة الحية الرقطاء، إيحاؤها لا يتناسب مع الجو العام. إيحاء الكلمة لا يتناسب مع الجو العام. الآن عندنا النقد الآخر، إيحاء الكلمة للمفردات. نرى أولا الغرابة، إذا كانت سليمة من الغرابة وإيحاؤها جميل، إيحاؤها دقيق، إذن يكون الأسلوب من خلال المفردات جميل. انتقد البيت الثاني من خلال قياس نقد المفردات. أقبلي نستقبل الدنيا وما ضمنته من معدات الهنا. الهنا، كلمة الهنا والسعادة، هل يتناسب أن ندمج معها كلمة معدات؟ المعدات أصلا مجرد ما تسمع معدات يتصور في ذهنك المعدات الثقيلة، وحدث لا حرج عن المعدات الثقيلة وما تبثه من إزعاج ونفور في النفس. فلا يصح أن تقرن كلمة المعدات مع الهنا. الهنا والسعادة، كلمة معدات فيها ثقل ونفور يجعلها غير ملائمة لكلمة الهنا. إذن النقد الثالث هو ملائمة أو دقة استعمال الكلمة، دقة استعمال الكلمة. إذن عندي في 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 المفردات، نقد المفردات سلامتها من الغرابة، إيحاءها الدقيق، ودقة استعمالها لكي يكون الأسلوب من خلال المفردات جميل. طيب، عندنا الأسلوب الجزل، أسلوب جزل وأسلوب سهل. الأسلوب عندي الأسلوب الجزل القوي والأسلوب السهل اللطيف. هنا نقول الأسلوب الجزل هو ما كان قويا، وما كان قويا هو ما كان قويا
غير مستكره ولا ركيك، ويحدده النقاد بأنه الأسلوب الذي تسمعه العامة ويعرفونه لكنهم لا يستعملونه في أحاديثهم. عندما أتحدث أنا بأسلوبي الجزل فإن العامة يعرفون هذا الكلام ويفهمونه ولا يجدون فيه غرابة، ولكن لا يستخدمونه في أحاديثهم العامة. هذا الأسلوب الجزل يحمل الألفاظ الجميلة، الألفاظ المرتبة، الألفاظ الدقيقة، الألفاظ الموحية إيحاء دقيقا. نرى سمات الأسلوب الجزل: قوة الكلمة، تكون الكلمة قوية و يعني لها ثقلها في المكان التي توضع فيه. قصر الجمل، قصر الجمل، تأتي الجمل قصيرة لكي لا تمل وتحفظ وتألفها النفس. غلبة الإيجاز فيه على الإطلاق، يكون الإيجاز لا يوجد، يعني خير الكلام ما قل ودل. اتصافه بالفخامة التي تجعله في مستوى عال من القول، يعني هذا الأسلوب فخم، يحمل كلمات فخمة، كلمات منمقة، كلمات مرتبة، بعيدة عن التكلف، بعيدة عن التكلف. هذه سمات الأسلوب الجزل. طيب الآن، من أي الأساليب الأبيات التالية؟ قال الأسدي: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا. سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى، ولا مانعا خيرا، ولا ناطقا هجرا. إذا ما أتت من صاحب لك زلة، فكن أنت محتالا لزلته عذرا. كلام يعني على مستوى عالي من الجزالة والقوة والترابط والإيجاز والاختصار في النصائح. هذا مثال للأسلوب الجزل. نذهب الآن إلى الأسلوب السهل، نذهب إلى الأسلوب السهل، وهو ما ارتفعت ألفاظه عن ألفاظ العامة وخلا من اللفظ الغريب الذي يحتاج إلى بيان وتفسير. طبعا هو فوق كلام العامة مباشرة، يعني أسلوب سهل جدا، يسمونها اللغة البيضاء، يسمونها اللغة البيضاء، يعني مثل اللغة التي أتحدث بها أنا في شرح الدرس، لغة بيضاء سهلة، ليس فيها ألفاظ غريبة أبدا، قريبة إلى العامة، لا يجدون صعوبة في تفسيرها ولا يحتاجون إلى تفسير لها وبيان، واضحة جدا. هنا انظر إلى هذا الأسلوب: أجل أنت فاتنة، إنما أرى عزة النفس لي أفتنى. إذا كنت فاتنة فعزة النفس تفتنني أكثر. إذا كان عندك سحر الجمال فسحر الرجولة عندي أنا. سحر الجمال، سحر الرجولة يسحرني أكثر من سحر الجمال. وإن كثرت في هواك القلوب فإن الشباب سريع الفناء. هذا أسلوب سهل جميل جدا، يفهم ولا يحتاج أبدا إلى تفسير وبيان، ويفهمه العامة. هنا عندنا عرف الوزن الشعري، عرف الوزن الشعري. الوزن الشعري يراد به البحر الشعري الذي صيغت عليه القصيدة. إذا قال لك ما وزن هذه القصيدة، أي ما بحرها؟ هل هو من البحر الطويل؟ هل هي من البحر البسيط؟ هل هي من البحر المتقارب، المجتث، المقتضب، الرمل، الرجز، المتدارك، وما إلى ذلك من بحور الشعر، بحور الخليل الفراهيدي. هذا هو الوزن الشعري. الوزن الشعري هناك موسيقى داخلية تختلف عن الوزن الشعري. طيب ننظر إلى القافية في أبيات أبي تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، أو إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشب. هذه القافية حرف الباء، يعني فيها فخامة وفيها جرس موسيقي يتناسب مع القوة، يتناسب مع القوة. فاختيار القافية يعني ملائمة لطابع القوة والروح الحماسية. اختيار القافية له أثر في الوزن الشعري والموسيقى الشعرية. طيب الموسيقى الداخلية كيف تكون الموسيقى الداخلية؟ هي نغم خاص تمتاز به القصيدة بسبب نجاح الشاعر في اختيار المفردات وترتيبها وفق نسق خاص،
وما يتبع ذلك من حركات الإعراب والمد والإمالة والتفخيم وفنون البديع اللفظي. يعني بالمثال يتضح الحال. ننظر الآن، طبعا الوزن الشعري هو حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار. البيت كله موزون وزن شعري، لكن في داخل هذا البيت عندما نقرأ المفردات على حدة نقول حمال، هباط، شهاد، كلها على وزن واحد في داخل البيت. ثم نأتي إلى كلمة ألوية، أودية، أندية، كلها على وزن واحد. وأيضا إذا أتينا للتركيب نفسه، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، في داخل البيت تقسيمات تعطي جرسا موسيقيا جميلا. هذا ما يسمى بالموسيقى الداخلية، أن تأتي الكلمات في داخل البيت الشعري مقسمة تقسيم متزن متوازن، مقسمة سواء على مستوى المفردات أو التراكيب. على مستوى المفردات مثل حمال وهباط وشهاد، على مستوى التركيب مثل حمال وألوية، هباط وأودية، شهاد وأندية. هذه هي الموسيقى الداخلية. طبعا هنا استخدم صيغة المبالغة مثل حمال، هباط، شهاد، وبعدها وزن واحد، ألوية، أودية، أندية. هنا التقسيم هذا الداخلي أعطى موسيقى داخلية جميلة تطرب وتزيد من قرب النص من المتلقي. طيب نأتي إلى بعض التدريبات. عندنا مقاييس نقد الخيال، كيف ننقد الخيال؟ من خلال الصور المركبة أو الأسلوب السهل من خلال الصور المركبة. طيب عندنا مقاييس نقد الأسلوب، مقاييس نقد الأسلوب، من يجيب من مقاييس نقد الأسلوب؟ الموسيقى الداخلية التي تحدثنا عنها قبل قليل، أو الصورة، أو صحة الخيال، أو الصورة البسيطة؟ الموسيقى الداخلية. جميل جميل، عندما يكون الشاعر عنده موسيقى داخلية فمعناته أن أسلوبه جميل، أسلوبه جميل. الآن عندنا هذا الملخص، مقاييس نقد الخيال، صحة الخيال ونوع الخيال. صحة الخيال، هل هذا الخيال صحيح؟ يقبله العقل، تستقبله النفس؟ هل نوع الخيال بسيط أو مركب؟ مقاييس نقد الأسلوب، نقد المفردات، هل المفردات صحيحة، ليست غريبة، موحية، دقيقة؟ نقد التراكيب، هل هي يعني وفقت في 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 الانسجام مع الوزن مثلا الشعري؟ هل التراكيب جاءت ملائمة للمعنى؟ نقد الموسيقى، هل الموسيقى الخارجية، البيت موزون وزنا شعريا صحيحا؟ وهل في داخل هذا البيت تقسيمات موسيقية داخلية؟ يعني كل هذه المقاييس تندرج تحت مقاييس نقد الموسيقى. Oh.